نشكركم على الضيافة. جينا في هذا اليوم باش نشوفوا نتلاقوا مع إخواننا مصورين وأصدقاء القدماء اللي قدمنا احنا يا قديم. إذا نتوما تجددوه. كان الوقت نتاعنا في الحقيقة ما كانش كيما راكم كيما الآن. كان الوقت نتاعنا ما فيه الوسائل ما كانش متوفرة. بصح قدمنا الشيء اللي نطيقوا عليه. مثلا كنت انا فنان ندير رسومات وكنت ندير صور هاوي للجمعيات هذه اللي ريت نشط الان، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. وما دام الامكانيات اللي متوفره عندكم انتم احسن مننا، انتم قدموا حوايج وطوروا. بارك الله فيكم.